الموضوع ديالنا اليوم على المرأة المغربية والمسؤولية ديالها تجاه البيت ديالها، الأسرة ديالها، الدار ديالها. كيفاش المرأة المغربية تحافظ على التوازن ديالها ما بين العمل والدار؟ واش ضروري المرأة إلا بغات تقابل دارها على حقها وطريقها تخرج من الخدمة ديالها، وحتى إلا جلست من الخدمة ديالها واش ربت البيت كتحسب عاطلة عن العمل ما كدير والو؟ واش ربت بيت ولات شي حاجة عيب؟ هاد الأسئلة هادي غنجاوبوا عليها في هاد الفيديو هذا. ولكن قبل ما نبداو نزلوا لتحت ديروا أبوني باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالي. اي حاجه كنبغيو ننجحوها كنعملوا فيها التوازن، باش حاجه ما كتاكل الحق ديال حاجه. امراه مسؤوله عندها واحد العمل ديالها على برا وعندها الخدمه ديالها في الدار، كتخلق توازن بين العمل على برا وبين العمل ديال الدار، لان العمل ديال الدار فيه العمل، فيه العلاقه ديالها مع الوليدات، العلاقه ديالها مع الزوج، العلاقه ديالها مع العائله ديالها. الوقت ديال العمل ديالي على برا ما ياكلش ليا الوقت ديال العمل في الدار، والعكس كذلك. فلهذا ملي كنكون في الخدمه كنكون في الخدمه، ما كنخلطش ما بين الخدمه والدار والدار الخدمه. فكاين نساء اللي الانرجي ديالها كلها كتحطها في العمل، كتدخل مهدوده. خاويه كتقول لك كيبان لي غندخل نعس داري. لا، علاش؟ لان الانرجي ديال كلها، الجهد ديال كله اللي عندك نزلتيه في الخدمه. هنا الواحد خصو يوقف ويشوف الخلل فين كاين، واش في انا الخلل ولا هاد الشركه هادي عندهم خلل في التوقيت ديال العمل ولا في لونغاجمون ديالهم مع الناس اللي خدامين معاهم. حنا ما تخلقناش غير الخدمه، تخلقنا باش نوازنوا ما بين الخدمه والحياه ديالنا، لان الخدمه كتخلينا نحقوا الاهداف ديالنا ويكونوا عندنا الفلوس باش كنعيشوا واحد الحياه اللي حنا كنختاروها. فبالنسبه للنساء اللي مزوجين وعندهم الوليدات، كندير الوقت الخدمه ديالي، كنكادري هذاك الوقت، لان كاين الناس نساء كذلك اللي ما مزوجينش ما عندهمش الدراري. فماشي حيت ما مزوجاش وما عندكش الدراري الوقت ديالك فوق الخدمه كتبقاي في الخدمه، لان ايوا شنو غندير وانا في الدار بوحديتي ما عندي ما ندير، اللهم نخدم. لا، هذاك انتحار في الحياه. كتسالي الوقت ديال الخدمه ديالك كتمشي انت في الحياه ديالك. كنعطي وقت لراسي، كنمشي ندير السبور ديالي، كنعطي لراسي قيمه. انا كنحب راسي، وقت الخدمه خدمه، والوقت اللي كنقضيه انا مع راسي كنجلس كنشوف راسي اشنو خاصو. حنا بصفتنا كنساء هادي كلنا غنتفقوا عليها، كنحتاجوا وقت اللي نجلسوا فيه مع راسنا، ما ندير فيه والو، كنجلس كنتصنط لعظامي ولراسي. العيالات زمان كانوا تيقولوا نتصنط لعظامي، هذيك نتصنط لعظامي. الانسان كيجلس كيحط قدامه كويس ديال اتاي وكيجلس ما كيدير والو، وكنرتاح وكنعيش في احلام وكنتفكر درس هادي واشنو غندير، كنعيش مع راسي. هاد الوقت كنحتاجوه في الحياه ديالنا اليوميه كل نهار، انا مع راسي، ما كنبقاش غير تابعه الخدمه، دار الدراري الولاد تقضي، لا، انا مع راسي. حيت الا عييت راسي مع راسه وما قابلتوش، من بعد الاهداف ديالي كيكونوا عوجين. انا عارفه بان كاين نساء وكيكونوا نساء اكسيبسيونيل اللي كتبغي تنجح في لاكارير ديالها وتنجح في علاقتها الزوجيه ووليداتها. لهاد النساء هادو انا كنقول لكم برافو عليكم. علاش؟ لانكم بطلات. علاش بطلات؟ لانكم كتبغيو الحاجه اللي تمسوها تنجحوا فيها، وهذاك هو الهدف من الحياه. وكذلك ماشي نولد الوليدات ونقابلهم باش ننجح في التربيه ديالهم وحياتي المهنيه ما ننجحش فيها. فاذا كنتي دايره في بالك ولوبجيكتيف ديالك تنجحي العمل ديالك وتنجحي التربيه ديال وليداتك، فهنا انت امراه اكسيبسيونيل، امراه حديديه ما شاء الله عليك. من الاهداف ديالي انا ولدت الوليدات باغاهم يكونوا ناجحين في الحياه ديالهم، اذا عندي عمل كنديرو موازي. ولادي خصهم يقراو مزيان ويترباو مزيان، ما كتضيعيش الحياه ديالك المهنيه. واش المراه الا بغات تكون ناجحه في الحياه ديالها العائليه ومع وليداتها وكربت بيت، واش ما خصهاش تكون خدامه؟ لا،
علاش؟ لانك تقدر توازن بيناتهم بجوج. وهنا كنستنتجوا ان التقابيل ديال الدار حتى هو عمل. وهنا ندوزوا للنساء اللي ربات بيوت. واش هاد ربات بيوت كيتسموا عاطلات ما كيديروا والو، جالسه في الدار ما خداماش؟ هاد ربات بيت خدامه. نعطي هنا واحد المثال. تخيلوا روسكم دابا معايا في مقابله عمل، وانا غنعرض عليكم فرصه عمل. ايه مرحبا، عندي لك عمل، ولكن هاد العمل تخدم فيه 7 ايام على 7 ايام، تخدم العام كله، ما كاين لا عيد لا عواشر لا والو، 15 ساعه في النهار، واخا تكون مريض تجي تخدم، وفوق هادشي كامل ما غنخلصوكمش على هاد العمل هذا. جاوبوني بصراحه، شكون اللي غيقبل هاد الخدمه هادي؟ حتى واحد ما غيقبلها من عندي. ياك هادي هي ربات البيت. ربات البيت ما كتعرفش الويكاند، ربات البيت مريضه وكتنوض شقه، ربات البيت ما كتخلصش، ربات البيت ما كنقولوش ليها شكرا، ربات البيت اللي عنده شي حاجه خاصها تقضى من مصلحه على برا في الدار، كلشي كيجي عندها من راجلها لولادها لكلشي، لانها ربات البيت. خصنا نعرفوا بان ربات البيت هي القلب النابض ديال البيت، هي اللي كتعطي الروح لهذاك البيت. علاش؟ لان ملي كيدخلوا لا الزوج لا الدراري، هي اللي كتكون كتستقبلهم. هذيك الدار اللي كيكون شاعل فيها الضوء، او لا ريحتها زوينه، او لا فيها الماكله واجده طيبه مقاده. عرفتي الا جينا نجيبوا شي حد اللي يخدم باش يدير لنا هذيك الخدمه ويتخلص فيها لهذيك ديال هذيك السيده ديال ربات البيت. ايوا اللي غيطيب راه بوحدو، واللي غادي يخمل راه بوحدو، واللي غيصبن وينشر ويصلح راه بوحدو. اذا شحال خاصنا من واحد باش يدير الخدمه اللي كدير هذيك السيده اللي كتسماو عليها ربات بيت ما كدير والو. هاد السيده كدير هادشي كله وفابور، واحيانا ما كنقولوش لا حتى شكرا، ونقدروا نقولوا بان ربات البيت هي اكبر انسانه مسؤوله فوق هذا الكون هذا، هي ربات البيت. المسؤوليه ديال ربات البيت نقدروا نقولوا ما كيتسالاوش. علاش؟ لان كيبداو من التقديه والطياب، نزيدوا عليها حتى الحساسيات. ملي كيدخل راجلها عينيه مخطوفين، مالك ياك لاباس، كتحس براجلها. ملي كيدخل مقلق، كتحس بالوليدات الا دخلوا مقلقين، عينيها على داك المراهق اللي عينيها كيدوروا واش كيكمي واش ما كيكميش. راجلها ملي كتشوفه كتراقب، هي المراقب في الدار، هي المخابرات، وهي الديوانه، وهي الماكله ديال الدار، وهي الشيف كويزينية في الدار، وهي السفيره. العلاقات، العلاقه مع عائلتها، صحاب ولادها، صحابات بناتها، هادشي كلشي ربات البيت. مره وحده اللي كتقابل هادشي كله. ايوا كي جاتكم ربات البيت المغربيه، خدمه ولا ماشي خدمه؟ نهار ربات البيت كتشكى من انه دار هراسه ولا عيات، هنا حتى واحد ما كيقبلها. هنا كينوض لها الزوج احيانا ولا الدري، وانتي ديما مريضه ماما، وانتي ديما مريضه فلانه، وانتي ديما عيانه. علاش؟ حيت المهام ديالها كثيره، ما كيقدروش يستوعبوا انها غادا توقف، غادي تنعس في الفراش. اول نصيحه اللي غنعطيكم، ما تمشيوش اكثر من جهدكم، لا مع ولادكم لا مع الزوج لا مع الدار. دائما كنعطي في الوسطيه والاعتدال، داكشي ديال الجهد ديال المحبه والجهد ديال العطف والجهد ديال الحنان والجهد في الشغل في الدار ما عمركم ديروه، كنمشي على قد جهدي. مني كنتقلق مع راجلي كنناقش، ما نبقاش نجمع، دائما النقاش يكون عندي في الدار، لا مع الزوج لا مع الوليدات. اللي ما عجبتنيش ديك الساعات هذه ما عجبتنيش كنتناقش عليها، حيت احيانا انا من المفهوم ديالي كيكون مفهوم كبير في عقلي بزاف، وهي كتكون غير شي حاجه صغيره اللي في النقاش ديال 5 دقائق ولا 10 دقائق كتبان لي بان صافي المشكل تحل. عائله راجلك ما يمكنش تبغيهم كلهم، ما يمكنش تحماقي عليهم كلهم، ولكن كاينه مساله الاحترام والصواب واكدين. واحد اخت راجلي ما كنتفاهمش انا وياها، ما كنحبهاش، الحب وحده وانني كنتقبلها لانها خت راجلي، وكيبقى الصواب واكد، الاحترام واكد، والنقاش معها واكد. ما نبقاوش نخلطوا ما بين يا اما كنحب وكنتفاهم، يا اما هذيك ما كنحملها ما كنقبلها، ملي كتدخل عندي ما كنحملهاش. نحاولوا نوازنوا العلاقات، تبقى دائما علاقات سليمه وصحيه ما بيني وما بين العائله ديال الزوج ديالي. حاجه اخرى، هذيك الدار راه ماشي وطيل،
ولادي وراجلي كيعاونوني في المسؤوليات كلهم. ولادي يصوبوا بيوتهم، نعلمهم يكونوا مسؤولين. ملي كندخل الكوزينه كيجيو يعاونوني، شي كيسر بالطابله، شي كيجمع، شي كيغسل الماعن. ولادي يعاونوني، راجلي يعاونني باش كيوليو مسؤولين معايا على هذيك الدار. وهذا الشيء علاش حنا عائله. مي مني كنبقى انا كندير كل شيء هما كيدخلوا بحال فوطيل، راه ما كنبنيش مع وليداتي ومع راجلي. وهكا كتكوني مره اللي مقابله دارها وخالقه توازن في البيت ديالها، وخالقه واحد الحب محبه واحترام في هذيك الدار، وكذلك مرتاحه. كانت معكم ربيعه المعاني، كوتش ايبنوثيرابيوت. ما تنساوش ديروا جيم كومونتير فولوي باش يبقى يوصلكم كل جديد. كنهديكم طاقه امان سلام ومحبه.